السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد ووصفة جديدة. كنتمنى يلقاكم هذا الفيديو في أحسن الأحوال يا ربي. بالنسبة للفيديو ديال اليوم غادي نحضر معكم ملوي مورق بطريقة جد سهلة وبسيطة وأكيد ناجحة بدون ذلك. كنتمنى الطريقه ديالي تنال اعجابكم. الى عجبكم الفيديو شجعوني بلايك وبارطاجيوه مع الاهل والاحباب باش تعم الفائده. بلا ما نطول عليكم في المقدمه ندوزوا المكونات وطريقه التحضير. السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. على بركه الله غادي نحتاجوا الكميه من دقيق الفينو وكذلك كمية من دقيق الفورس، وغادي نحتاجو الملعقة سكر سنيدة ورأس ملعقة خميرة الخبز، وكذلك غادي نحتاجو الملح وواحد صاشية فاني كتبقى اختيارية. بالنسبة للدقيق يبقى على حسب شحال بغيتي توجدو ديال الملوي. وبطبيعة الحال غادي نحتاجو الماء دافي باش نجمعو العجين. غادي نجمع العجين ديالي وغادي نرجع معاكم، ما غاديش نسلقها فقط غادي نجمعها. من بعد ما جمعت العجين ديالي كيكون هذا هو الشكل ديالو، فقط غادي نديها ونجيبها ما غاديش نسلقها. بالنسبه للقوام ديال العجين كيكون مرقوق ما كيكونش قاصح كيف تشوفوا. غادي نغطي على العجين ديالي بسولوفان وغادي نخليه يرتاح لمده نصف ساعه. هاد العملية ضرورية لنجاح هاد الملوي لأننا ما دلكناش، فغادي نغطيه بالسلوفان ونخليه يرتاح. إلا درنا هاد العملية فما كنحتاجوش ندلكوه أبدا. نخلي العجين ديالي يرتاح ونرجع معاكم. من بعد ما خليت العجين ديالي يرتاح كيكون هذا هو الشكل ديالو كيف كتشوفوا. غادي نشكل العجين ديالي كويرات بهذا الشكل هذا. غادي نكمل العجين بنفس الطريقه ونرجع معكم. من بعد ما شكلت الكويرات ديالي غادي ندهنهم بشويه الزيت ونغطيهم بالسلوفان ونخليهم يرتاحوا غير شويه ماشي بزاف، وغادي نرجع نكمل معكم الطريقه ديال الملوي. بالنسبه للتراق انا غادي نستعمل هنا الزبده البلديه مذوبه وكذلك الزيت والفينو اللي غادي نضيف ليه واحد الخماره. هاد الخمارة اللي كنضيفو كتخلي الملوي ديالنا يجي مورق وكذلك يجي هشيش. وغادي نبدا كنورق معاكم اول كويرة ديالي بهذه الطريقه كنورقوها بالزيت.
من بعد ما كنورقها على هذا الشكل هذا كندهنها بالزبده وكنرش الفينو وكنطويها بهذه الطريقه. وكندهن سطح العمل بالزيت وكنخليها على جنب وكنستمر بنفس الطريقه حتى كنكمل العجين اللي عندي كامل. كندهن بالزبده وكنرش بالفينو وكنطوي بهذه الطريقه. بنفس الطريقه غادي نكمل العجين ديالي ونرجع معكم. فهاد الاثناء غادي نبدا كنبسط الملوي ديالي بنفس الطريقه، غادي ندهن بالزبده ونرش بالفينو وكنطوي الملوي بهذه الطريقه. طريقه جد سهله وبسيطه والاهم ناجحه. وكندخل هاد الجوانب في الوسط بهذا الشكل وغادي نستمر بنفس الطريقه حتى نكمل الملوي ديالي كامل ونرجع معكم. كيف كتشوفوا من بعد ما قصت الملوي ديالي كامل غادي نبدا كنقرص اول ملويه وغادي نرميها فوق مقله اللي سخنتها من قبل. وكنرش شويه بالزيت فاش كنحطها في المقله. ونبقاو مرة كنقلبوها حتى كطيب وغادي نستمر بنفس الطريقة كذلك ونتلاقاو مع الشكل النهائي. كيف كتشوفو كيكون هذا هو الشكل ديال الملوي ديالنا، كيجي خفيف ومورق ولذيذ. كنتمنى تجربو هاد الطريقة وتنال إعجابكم. وصلنا لنهاية الفيديو ديالنا، إلى اللقاء، إلى فيديو قادم إن شاء الله.